الشباك على طول. مساء الخير. مساء الخير. انا عارف ان انا جاي على اخر لحظه معلش، بس معايا 75000 عايز افتح بيهم حساب النبي. واحنا فعلا فاضل لنا 5 دقايق ونقفل، بس طبعا في خدمه حضرتك. الله يخليكي الله يخليكي. الاي دي بليز. ها ايه؟ البطاقه. يا سلام يا سلام. دي يعني واحده كده. اتفضل يا فندم. ممكن تستريح وهنادي على حضرتك. طب ما تشاوري عشان الحسب بس وكده. استنى. اوكي استنى. طالما هتشاوري وكده خلي الكيس معايا بقى. وسع بيه. شوف لي ماهر بيه فين بسرعه. حاضر يا فندم. طبعا البركه فيكي. دور انك وصيتي عليا ما كنتش خدت الشغلانه اصلا. واديكي يا ستي بيضتي وشي. عموما من هنا ورايح لا تعرفيها ولا تسالي عنها. وتمسحي نمرة تليفونها. وتعملي لها بلوك كمان. خير سعد. اهلا اهلا يا ماهر بيه. ايه الحكايه يا سليمان بيه؟ انتوا الجثث كتران عندكم اليومين دول ليه؟ قصد سعادتك مدربه الايروبكس؟ لا اقصد الصحفيه. الله، ما سعادتك عارف هو هي اتقتلت ليه؟ ايه؟ عشان صحفية ولا ايه؟ انت ما بتقراش جريدة اللي هي ماهر بيه؟ هو بيقتلوا الصحفيين اليومين دول ولا ايه؟ لا 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 لا، ما هي دي مش أي صحفية، دي الصحفية اللي زرعت نفسها في وسط البطنية وعملت نفسها تاجرة مخدرات صغيرة، وبعدين نزلت موضوع كبير قوي في الجورنال دي، وفضحت فيه كل الناس اللي عاشت في وسطهم، التجار الكبار فضحتهم بالاسم، فأكيد فضلوا وراها لحد ما وصلوا لها وخلصوا عليها. يا ترى كانت جايه تزرع نفسها هنا عشان تفضح مين بالظبط؟ وليه ما تقولش سعادتك انها كانت جايه هنا هربانه عشان ما حدش يوصل لها؟ هم وصلوا لها اهو. عمرها بقى ماهر بيه، احنا هنعترض على حكم ربنا ولا ايه؟ عموما انا جبت لسعادتك الملف بتاعها من شؤون العاملين زي ما طلبت. تصدق سعادتك ضربه شهاده خبره بالانجليزي إنها مدربة أيروبكس. ده قعد عمل بثلاث شهور بس. ويا عيني ما لحقتش تكملهم. الله يرحمها. فاتحة على روحها. آمين. سيد. إيه؟ خير؟ وانا كل اللي شفني عيط اكني راجع من الحج. سليت قتلت يا سيد. انت بتقولي ايه؟ كده عرفوا حقيقتها عشان كده قتلوها المجرمين. شش، اهدي وهدي اللعبه خالص. اديكي شفتي بعينيكي اللعبه مع الناس دول يخليكي تحطي عينيكي في وسط راسك والا راسك هتطير. تفتكر سليم هو اللي قتلها؟ في حد تاني عنده مصلحه يعمل كده؟ سعيد. ايوه يا عم بشير. نعم. سالم بيعرف انك جيت وطالب يشوفك على طول كده. هشم نفسي. طب الاول تصدق عندك حق، هي الدنيا هتطير. اروح اقول له هيشم نفسه الاول. استنى استنى، ما تبقاش حقن، انا جاي وراك. امرك يا باشا. مش لما توصل تيجي تدي تمام. معقول يا فندم يعني هجي لك بتراب السفر وعفره؟ أنا قلت آخد دش وأغير وأجي لسعادتك على طول. عداك العيب يا أبو السيد، عرب ده شاب زي الفل، رجولة وشياكة وأخلاق. مالك؟ مش على بعضك ليه؟ لا أبداً يا باشا، مفيش حاجة. يكونش خبر موت البت الصحفية ده واجعك يا سيد؟ صحفية إيه يا جماعة بس؟ أنا قالوا لي سالي هي اللي اتقتلت، إيه حكاية السفاح اللي ماشي يقتل في نسوان القرية دي يا باشا؟ ما هي سالي دي تبقى الصحفية اللي ماتت. ولا ما كنتش تعرف إنها صحفية؟ يا جماعة بس أنا في برج من دماغي هيطير. صحفية ازاي يا فندم وبتدرب البتاع ده اللي اسمه الأروبكس؟ عموما هي خدت جزاها. ما هو ده جزاء اللي يخون أو حتى اللي يفكر إنه يخون. معاكوا حق يا بهوات، دي العشرة حتى ما تهونش غير على ابن الحرام، وكل واحد بياخد جزاءه.
ما كانش في الدنيا يا باشا بيبقى في الاخره. ده انت مؤمن قوي هو يا سيد. طب روح انت رايح دلوقتي وجهز لي اليخت عشان مسافر بيه بكره الصبح. اوامرك يا باشا، على اذنكم. انا ما كنتش عارف هنعمل ايه لو ما كنتش نبهتنا لحكايه البت المفعوصه دي. كان زمان سعادتك بعد الشر وكلنا متكلبشين في ايديك وقاعدين مع وائل الابراشي. وهات يا تقطيع وهات يا مدخلات. حسونه. اهي حسونه. لا لا مش مشغول ولا حاجه. خير؟ اه كده. الله، ابو العزه كان قال لك؟ اصل انا كنت قلت له فعلا. لا خلاص، اذا كان كده يبقى فورا، لان انا مسافر بكره الصبح. طيب طيب طب معلش عن اذنك بقى، لان معايا ويتنج. طيب مستنيك. سلام. اهلا اهلا سكري باشا، زي ما عليك. والله كنت على بالي، كنت هطلبك عشان حاجتين. اولا عشان اطمن عليك، وثانيا عشان كده. وابو العز قال لك برضه؟ لا اذا كان كده خلاص تمام، خلاص مستنيك، مع السلامه. الاثنين جايين وجايبين فلوسهم معاهم كمان. يا بنت كريم يا رب. والله يا باشا انا عايز اسجد على الارض من كتر الفرحه. يا بركه دعاكوا يا امه يا ابو العز يا لعيب. لا ده انا كده اشهد لك انك انت لعيب، ولعيب كبير قوي كمان. يا باشا انا كان فاضل لي سنه وداخل على الاحتراف، بس المخدرات هي اللي خدتني. قصدك زبطتك. بقول لك يا باشا، طالما هم جايين اكن يعني انا كنت جاي لك جايب لك فلوس انا كمان عشان اطلعها بره. ولما عرفت انهم جايين بالصدفه هقعد استناهم يعني نتغدى مع بعض، ايه رايك؟ يا سلام، مش بقول لك لعيب يا باشا؟ ده انت اللعيب الكبير، انت الفيرست تيم كله اللي بيجيب اهداف، انما احنا كلنا بالنسبه لك ناشئين. ادخل. يا مراد تعال. ده ايه يا ابني مالك؟ وايه الورقه اللي في ايدك دي؟ حضرتك خبر ما كان فاق من سالي؟ غريبه يعني، ما بعتتوش على الميل كالعاده. وحضرتك ده مش من سالي، تعال سالي. قتلوها؟ يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. ما انا قلت لحضرتك من الاول الناس دي خطر جدا وما ينفعش حد يلعب معاهم. حد من اهلها خد خبر؟ هو الخبر لسه وصل لنا حالا، الله اعلم البوليس بلغ اهلها ولا لا، بس هم اكيد كلموه. نزل نعي باسمها وصورتها على الصفحه الاولانيه مع الموقع الالكتروني كمان. ما تجيبش اي خبر عن الحادث، نعي بس يا مراد، لحد ما نجيب للغلبانه دي حقها ونكشف القرف ده كله.